التواصل يستمر والانطلاقات متواصلة. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى. طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين في ثاني أيامنا ضمن هذه الانطلاقات القوية والكبيرة في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله وأطال الله في عمره يا رب العالمين. نسير وإياكم بهذه الرحلة المميزة، نسير بالمسارات المتقدمة وبالانطلاقات الرائعة. الأربعة كيلومترات هي الحكاية. بداية وإياكم مقدمة الشوط والمركز الأول. البداية هو حاذور عبد الله بن علي بن راشد المري وشعار بن الجيم يستفتح لنا النداء الأول مع البداية وبمقدمة الأسماء الأولى. نتابع وإياكم الأسماء والشعارات الحاضرة والانطلاقات المتواجدة. النقلة والدور إلى المركز الثاني حيث الانطلاقة من قبل الصيرمي ساري بن صغير بن سالم بن علي العامري مع المركز الثاني. انطلاقة المركز الثالث عتب هو الحاضر والقادم، علي بن محمد بن زيد بن انديلة يتواجد مع انطلاقة عتب مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع نتابع وإياكم الحضور من قبل فجاج عايض بن رفعان بن عايض بن عاطف القحطاني مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس مزاحم الحاضر والقادم حمد بن مسعود بن جابر المسعود المري مع خامس المراكز. هكذا هو نتيجة النداء الأول التي أتممناها على مسامعكم وبحضراتكم الكريمة توجها وتقدما ومتابعة لدى حضور الذي ينطلق على البداية. حضور على المركز الأول عبد الله بن علي بن راشد بن الجهيم المري على البداية على المركز الأول. هذا هو شعار بن الجهيم الذي يسيطر على البداية الذي ينطلق على المركز الأول. نتابع وإياكم الأسماء القادمة والشعارات الواصلة في هذا المعترك الكبير في هذه الانطلاقات الرائعة مع هذه الأجواء المغيمة. ركز يا راعي حذور، الشعارات قادمة، الأسماء واصلة بكل قوة حيث الانطلاقة من قبل الصيرمي ساري بن صغير بن سالم بن علي العامري القادم مع المركز الثاني. أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يتواجدون من خلال تقديم الأسماء والشعارات. المركز الثالث هنالك صايب عبد الله بن سعد بن طالب الفهيد المري، هذا هو شعار بن شريم بن رفعان قادم وحاضر مع انطلاقة فجاج. عايض بن رفعان بن عايض بن عاطف القحطاني مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس الصداوي الذي يحضر بشعار بن هيضة القادم حمد بن محمد بن عبد الهادي بن علي بن هيضة المري مع خامس الأسماء. العودة وإياكم بعد ذلك إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول. وين يا أبو جراح؟ نعود إلى حذور الذي ينطلق على البداية على المركز الأول. عبد الله بن علي بن راشد بن الجيم بن شريم قادم، العامري واصل، بن رفعان يتواجد مع هذه الانطلاقة. نتابع الأسماء القوية والكبيرة، نتابع الأسماء الرائعة. نعود وإياكم إلى البداية، صايب على البداية، صايب على المركز الأول. عبد الله بن سعد بن طالب بن شريم يتابع، بن شريم يتقدم على البداية مع انطلاقة صايب بالمركز الأول، مع حضور صايب بالبداية، بن رفعان قادم، العامري يتواجد، ولكن خلاص أنهى الأمور راعي صايب، انطلق بالمركز
المركز الأول يأتي بهذا الحضور المتميز، يأتي بالانطلاقة رائعة من هذه اللحظات. نأتي بالتهنئة والتبريكات لمالك صايب الذي تواجد، قدم أبدع مع هذا الحضور الرائع والجميل. عبد الله بن سعد بن طالب بن شريم، تهانينا وألف مبروك على هذا الحضور الرائع والجميل. المركز الثاني كانت الانطلاقة من قبل فجاج عايض بن رفعان القحطاني. المركز الثالث كان الحضور والتواجد كانت الانطلاقة من قبل الصيرمي ساري بن صغير بن سالم بن علي العامري، بينما تواجد المركز الرابع فحل في هذه اللحظات مشاغب أحمد بن محمد بن سالمين العامري، بينما تواجد المركز الخامس فحضر الصداوي حمد بن محمد بن عبد الهادي بن هيبة المري. نعود وإياكم بتوقيت الزمني ولحظة وصول هذا البطل إلى خط النهاية. توقيت صايب الحاصل على المركز الأول قاطع مسافة 4 كيلومترات بتوقيت وقدره. التوقيت 5:57 34 جزء من الثانية. توقيت صايب الذي حل بالمركز الأول. المركز الثاني فهو فجاج بشعار عايض بن رفعان القحطاني. التوقيت 5:59 22 جزء من الثانية. توقيت صاحب المركز الثالث فهو الصيرمي بشعار ساري بن صغير بن سالم العامري. 6:88 جزء من الثانية. توقيت صاحب المركز الثالث. انطلقنا وعلى الله توكلنا ومن الله دائما.